محتوى البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سوريالي بها. السلام عليكم. الشلي الشلي يا عالم مو بس كلمة بتتم بتطلع وخلاص لك، مو بس تحريك لسان وأي كلام، الشلي شي مهم وعظيم لك. الشلي أحلى شي بالحياة أصلاً، شو الحياة بلا شلي؟ الشلي حرفة، الشلي اختصاص، الشلي تكنيك عالي وإحساس مرهف ما بتمارس هيك على الطالعة والنازلة وين ما كان وكيف ما كان. الشلي الوقته ومكانه، مو هيك أنه يلا تعوا نشلي بس لنشلي، أو تعوا نشلي لأنه فاضيين وما ورانا شي. هذا الاستهتار بالكلام اللي بيطلع منك له عواقب وخيمة. إذا كنت مستجد شلي فلا تمارسه هيك بلا إشراف، وإذا كنت حابب تفوت بالوسط وتصير شلة كبير بالمستقبل فابحث، دور، اسأل خبراء. معلش السؤال مو عيب، العيب تطلع بالخجلة إنك مالك كفو شلي. بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كل مرة شلي نشلي شلي لينا. أنا من مكاني هذا واعتماداً على خبراتي السابقة وسنين من الشلي المنواصف رح أعطي الشلايين المستجدين شوية نصائح وقواعد ليتمارس على أصوله أحسن ما تتبهدل سمعة الشلي ويرحله الصادي والغادي. يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا، لو عايزة تفهمينا أو تقولينا كلمة دين، ونقوم بالهداوة من غير قفش وغباوة، وبدل ما تتوهينا ما تورينا الضحكة. أول قاعدة بالشلي كتير 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 مهمة وهي من الأساسيات لبناء عالم محترف ومستقبل مشرق مليان فرح وشلي. أول شيء لما بدك تشلي على حدا قدام حدا فلازم تتأكد تماماً إنه الحدا اللي عم تشلي قدامه معك بنفس السردة، وما رح يروح هلأ ويقول للحدا اللي بدك تشلي عنه. هاي بدي هي الأولاد بيعرفوها، بس معلش للتذكير لأنه كتير منا بيوقع بهذا الغلط وبيحط حاله بمواقف محرجة وبيفقد الشلي متعته وبصير لسانك المسبب الأكبر لمشاكلك. فانتبه منيح كتير على هاي القصة من أولها. يعلم في الصغر كان نقش على البقر. هو المنطق ولا مش هو يا متعلمة بتاعت المدارس؟ اثنين، إذا كانت ما بتفرق معك القاعدة الأولى لأنه ما بيفرق معك الحدا يعرف، فهاد شي تاني فينا نصنفه بإطار الشلي الهادف إلى إيصال معلومة واضحة ومقصودة للمشلي عليه، وهاد حلو لأنه وقت بتصير المكاشفة الكبرى بتفهم طبيعة المشلي قدامه وبتوصل فكرتك للمشلي عليه. أما إذا كنت من الناس اللي ما عندهم كنترول ولسانهم متبري منهم وبتشلي بعدين بتندم وبتخاف يوصل الحكي، فحاول فورا تلاقي حلول للجريمة اللي ارتكبتها. هأعطيك سر من أسرار المهنة، روح افرح بهالنعمة. لازم نشكر، انت كمان لازم تشكر يا دكتور. ها؟ وانت انت يا تخين انت لازم تشكر، كلنا لازم نشكر. ها؟ كلنا لحتى ترقع الشلي اللي عملته وتحاول تنقذ حالك قبل ما يوقع الفاس بالرأس، بتروح فورا لعند المشلي قدامه. بس بدك تكون سريع لأنه غالبا المشلي قدامه سريعين كتير، بدك تلحق لهم قبل ما يبقوا الحكي. بتحكي للمشلي قدامه إنك كنت هداك اليوم متضايق ومعصب ومكتئب ومدبرس، بتعمل دراما، دراما أحسن شي، بتعمل هيك حال تعاطف أكبر، وإنه يعني ما كان قصدك تماما تجيب معدل المشلي عليه، بس هيك صار وسكور محاسنة وبالغ بقديش هو ظريف ومنيح، بس إنه هي بس الشغلة الوحيدة هي اللي ضايقتك منه وصدمتك وحبطتك وزعلتك. بهاي العملية بتكسب شغلتين، بتبري زمتك قدام المشلي عليه مشان في حال صارت المكاشفة الكبرى يطلع في شي ناقص بكلام المشلي قدامه ويصير محط شك وعدم ثقة. تاني شي في حال كان المشلي قدامه أسرع منك ولحق يوصل لبلا بلا بلا فرح يضطر يرجع يقول المعلومة التانية للمشلي عليه، بما معنى أنه اعتذر الشلة ومدري شو. انتبه كتير من هاي الأغلاط إذا حابب تصير شلة محترف. أنا سمعت كل حاجة، إني أفهم كلمة ما فهمتش حاجة خالص. ثالثاً،
قاعدة مهمة كتير كتير. انتبه ثم انتبه ثم انتبه من الشلي المكتوب، هاد بجيب نهايتك. مستقبلك كشلة محترف بيخلص قدام غلطة صغيرة من هدول. السكرين شوت على قفا مين يشيل، كل كلمة بتكتبها محسوبة عليك. لا تقلي رفيقي ولا رفيقتي وما حط ثقة، ما حدا ما حط ثقة. أغلب رفقاتك بيحبوا الشلي الهدام والظن العاطل، أسلى وأحلى، مواضيعه مغرية. شلون إذا كان في إثباتات مصورة؟ مصيبة، ما رح تقدر تطلع حالك ولا بطريقة. هلا اكيد في طريقه بس ما رح اقول لك كل اسراري. روح هلا علمك على الشلي، تسبقنا على المايكات. بس يعني في حال وقع الفاس بالراس عليك بالانكار، حتى لو مصور الحكي انكور، خليك عم تنكر لاخر لحظه، تبرى من حالك من اسمك، قول انك منفصل، تتحول بالليل اي شيء، بس لا تستسلم. وفي حال كنت عم تمارس الشلي باوقات الفصلان وبعت سكرين شوت لنفس المشلي عليه، فهي مصيبه. عود نفت حالك بقى، والله بالغلط، والله التليفون عم بصور لحاله وكلامك عظيم بتوثق ومن هدول. لا لا لا، هاد خطا فادح. اعترف بالقصة وتعامل مع بروا. ايه عم بشلي عليك، عم بشلي عليك. ايه انت حدا بينشلى عنه، انت موضوع تقيل، انت مهم، انت بتهمني شخصيا، مشان هيك انا عم بحكي عليك. انا متضايق اصلا، متضايق منك من زمان، بس انت ما بتحب حدا يحكي معك بصراحة، بدك ياني اكذب عليك مثل كل العالم، بس لانه انا صريح رح تزعل هلا وتاخذ موقف. ما بحق لك ابدا تاخذ موقف، انت الغلطان معي اصلا، لانك وصلتني لمرحلة اني اشلي على حدا من اقرب الناس الي. انت متغير يا فلان، غيروك ونسيوا مين ابوك. رجع رجع فلان اللي بحبه، لانك حتى خسرت إلي. تعرف اصلا انا اللي ما عاد بدي احكي معك، انا اللي ما بيناسبني يكون رفيق حدا مثلك. ومن هدول الزعبرات لحتى ينسى الموضوع الاساسي كله. أربعة، المسؤولية بالشلي وعدم الاستهتار. لا تشلي بولدنة وتشليف، لا تشلي لأنك مالل وقاعد بقهوة يوم الأحد ومخك فاضي وما في شي تحكي عنه غير العالم. لا تشلي عن أشخاص ما عملوا لك شي، ولا مستفزينك ولا مضايقينك ولا محركشينك ولا مقارشينك ولا شايفينك ولا ضايفينك ولا قبضينك. يعني هيك بتبين عم تفكر بناس أصلا نسيانينك. لا تخلط رغبتك بالشلي بالتأثير والتقريع على البشر. القصة موهبة مو قرار، وخاصة إذا كنت من محدثين الأشياء وهلأ عم تكتشف كل شي مثل الأولاد الصغار ومنطلق وحابب تستعرض عضلاتك بنكتة بايخة أو شلية ما لها طعمة، لأنه حتوصل لمرحلة تصير تألف وما تشلي عن قصص واقعية أبدا، حتى لو سردتك مشروم وتتخيل أشياء مو موجودة أصلا بس لتشلي وتعبي وقتك الفاضي. دعوة بوخيمة وملوش علاقة بالاحترافية يا واد. أخرج من هنا، إنك بشع جدا. لا تكرر الشلية مرتين، يعني شليت على حدا انبسطوا العالم ضحكوا شوي عملت أجواء مريحة خلص تمام، لا تكررها. يعني مو معقول كل ما أشوفك بدك تشليلي على نفس الأشخاص أو تعيد نفس الأحداث، بتصير ممل ومكرر. لاقي مواضيع جديدة، ابتكر إذا حابب تنجح بهذا المجال، شغل مخك شوي، تعاب على حالك. إنالك القصة مو كلمة بتتم بتطلع وما بترجع، لا بترجع، بترجع دبل. فانتبه للسانك، لسانك حصانك، يا بتروضه يا بروضك. أنت معلم وإحنا منك نتعلم، أنت معلم وإحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. ستة، لا تشلي عن أحداث صارت بليلة سمر وسهر والكل مبسوط وعم تصرف بعفوية. أول شي حتبين مثل النسوان اللي بيعملوا صبحية ليقيموا العرس اللي حضرون بارح. تانيا حتفقد ثقة الساردين النسيانين أصلا شو صار، حتطلع أنت الصاحي المركز المراقب الغليظ. فأوعى أوعى. بالعموم هاد مو كل شي بخص الشلي، لسه في كتير شغلات، بس يعني بالعموم حاول تكون من أصحاب الفيس تو فيس والمواجهة. إذا ما قدرت تكون شلة ذكي أسهل وأسلم. السلام عليكم. بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كل شنيا هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017.